ما الطريقة المثلى لنصح الجار الذي يتخلف عن الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الطريقة المثلى لنصح الجار أن تذهب إليه في البيت، أو تدعوه إلى بيتك، أو توافقه في السوق وتتلطف معه وتخاطبه بالتي هي أحسن، وتقول له: أنت جاري ولك حق علي، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار خيرا، ولك حق علي أن أساعدك في كل ما فيه منفعتك في الدين والدنيا، وتأتي له بالأسلوب الذي تراه مناسبا، ثم تنتقل بعد ذلك وتقول: إن من خير ما أهدي إليك أن أنصحك بالمحافظة على الصلوات، لأن الصلاة عمود الدين، وتذكر له من فضلها وتحذره من إضاعتها، ثم تقول: ومن إقامتها والمحافظة عليها أن تصليها مع الجماعة، ثم تذكر له فضل الجماعة وتحذره من التخلف عنها. وفي ظني أن الإنسان إذا نصح بطريق طيب لين فإنه سيؤثر قوله بلا شك، إذا كان مخلصا لله تعالى في نصيحته، غير شامت ولا منتقد، فإن الكلمة كلمة الحق إذا خرجت من قلب ناصح أثرت تأثيرا بليغا، إما في الحاضر وإما في المستقبل. ألا ترى إلى موسى عليه الصلاة والسلام لما أحضر إليه السحرة في مجمع عظيم، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال الله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم، يعني حل بينهم النزاع في الحال، لأن الفاء في قوله فتنازعوا تدل على الترتيب والتعقيب وعلى السببية أيضا، إذا دخلت على الجمل فإنها تفيد السببية. فانظر كيف أثرت هذه الكلمة في أولئك السحرة، تنازعوا أمرهم بينهم، وإذا حل التنازع في أمة أو طائفة فإن مآلها الفشل والخذلان. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذا ما أراه في نصيحة جارك حول تهاونه بصلاة الجماعة. فإن أفاد فيه ذلك فهذا هو المطلوب، وإن لم يفد فإن عليك أن ترفع الأمر إلى الجهات المسؤولة، وبذلك تبرأ ذمتك. نعم. بعض العوام وخاصة منهم النساء إذا صلوا لا يأتون بالركوع ولا تكون لهم طمأنينة في الصلاة، فهل تبطل الصلاة في مثل هذه الحالة؟ الركوع ركن لا بد منه، فمن لم يركع فإن صلاته باطلة. والطمأنينة في الأركان ركن لا بد منها، فمن لم يطمئن فصلاته باطلة. دليل ذلك أن رجلا دخل المسجد فصلى صلاة لم يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يرجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى كما صلى أولا، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كصلاته الأولى، ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
وذلك لأنه كان لا يطمئن في صلاته، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فمن ترك الركوع أو السجود أو لم يطمئن في ذلك فلا صلاة له. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أشتغل مع أناس لا يصلون أو يصلون أحيانا ويتركون الصلاة مرة أخرى، أم لا يجوز الشغل مع هؤلاء، وما حكم أن نأكل معهم جزاكم الله خيرا؟ الشغل مع هؤلاء لا بأس به، لكن على الإنسان أن يناصحهم ويخوفهم بالله ويعطيهم الأشرطة التي فيها المواعظ والكتيبات التي فيها المواعظ، ولعل الله أن يهديهم أو يهدي بعضهم، فكله خير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب حين بعثه إلى خيبر، قال واعلم، قال حين بعثه إلى خيبر انفذ على رسلك فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الإبل الحمراء. وهذا يضرب مثلا في الكثرة والغنيمة، لأن أفضل الإبل عند العرب هي الحمر، فإذا تيسر أن يهتدي هؤلاء فهذا هو المطلوب، وإن لم يتيسر فليطلبوا عملا آخر يبعدون به عن هؤلاء، إما في نفس الشركة وإما في شركة أخرى. بارك الله فيكم. هل حفظ القرآن الكريم واجب للإمام الراتب، وما حكم قراءته بالمصحف في الصلوات المكتوبة؟ ليس بواجب على الإمام أن يحفظ القرآن، لكن حفظ القرآن فرض كفاية بإجماع المسلمين، يعني لابد أن يحفظ القرآن في الأمة الإسلامية، لكنه ليس واجبا على كل شخص بعينه. والإمام إذا كان لا لم يحفظ القرآن فلا بأس أن يقرأ من المصحف، لا في الفريضة ولا في النافلة. نعم. ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان عند التكبير؟ يعني في الصلاة؟ نعم، هي أربعة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، يعني إذا قام من التشهد الأول. وليس كما ظنه بعض الناس أنه يرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، فإن هذا خطأ ولم تدل عليه السنة، بل السنة إذا قام رفع يديه، إذا قام من التشهد الأول رفع يديه. هذه أربعة مواضع، وما سواها فإنه لا يشرع فيه رفع اليدين. ما هو الوقت الشرعي بين الأذان والإقامة عند كل صلاة؟ ليس هناك وقت مقدر شرعا، لكن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل، إلا في موضعين: الموضع الأول صلاة العشاء فالأفضل فيها التأخير إذا لم يشق على الجماعة، والثاني صلاة الظهر إذا اشتد الحر. أما الأول فدليله قوله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى أصحابه وصلى بهم وقد ذهب عامة الليل، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطوا أخر. وأما الثاني وهو صلاة الظهر في شدة الحر، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتد الحر فأبرج بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والإبراج إنما يكون إبراجا إذا أخرت صلاة الظهر حتى
تنكسر الأفياء ويبرد الجو، وذلك بأن تكون قبل صلاة العصر. أما الإبراد الذي يفعله بعض الناس سابقا بأن يؤخر صلاة الظهر عن العادة بنصف ساعة أو ساعة فليس إبرادا في الحقيقة، بل هذا لا يزيد الجو إلا حرا. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال: يوجد عندنا مسجد في القرية ويقوم بإمامة هذا المسجد ولد لا يتجاوز 15 من عمره، حيث يوجد في المسجد من هو أكبر منه وأفقه منه، ولكن الذين بنوا المسجد لا يريدون إلا هذا الولد، ما هو الضابط الشرعي للإمام في إمامة المصلي؟ ما دام هذا المسجد تحت رعاية الحكومة فإنه يرجع في تعيين الإمام والمؤذن إلى ما تعينه الحكومة، وليس لأحد أن يحتكر المساجد التي يبنيها. أما إذا كان في بلد لا تولي الحكومة شيئا في هذه الأمور، فإننا ننصح الرجل الذي بنى هذا المسجد أن يتمشى في تعيين الأئمة على ما تقتضيه الشريعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم إسلاما. تقول: بسبب الزحام لم نتمكن من الوضوء أو التيمم لصلاة المغرب، ومع طول الطريق وبعد المسافة بين الجمرات ومبنى إقامتنا لم نؤدي الصلاة إلا بعد فوات وقتها، والسؤال يبقى: هل علينا إثم في ذلك؟ الأمر واسع والحمد لله. إذا لم يتمكن الإنسان الحاج من صلاة المغرب في وقتها فليجمع بين المغرب والعشاء، لأن جمع بابه واسع، إذ أن قاعدة الجمع أنه كلما كان ترك الجمع شاقا على الإنسان كان الجمع في حقه جائزا. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا له: ما أراد إلى ذلك؟ يعني لماذا فعل هذا؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فدل هذا على أنه متى كان في ترك الجمع حرج أي مشقة فإنه جائز على كل حال في الحضر أو في السفر. وأما تأخير الصلاة عن وقتها مثل أن يكون ذلك في وقت العصر لم يصلي العصر وضاق وقت الصلاة وقرب غروب الشمس، فهنا يجب أن يصلي في أي مكان، وليس بلازم أن يصلي في خيمته. والحمد لله أي مكان ينصرف إليه أو ينحرف إليه فإنه سيجد ما يصلي فيه. صليت فريضة وبعد تكبيرة الإحرام غيرت النية إلى فريضة أخرى كانت علي قضاء، فما الحكم؟ علما بأن ذلك كان من زمن وكنت جاهلة بالحكم ولا أذكر والآن ما هي هذه الصلوات، فما الحل؟ جزاكم الله خيرا. تغيير النية من فريضة إلى فريضة يبطل الأولى التي نواها، لأنه غير نيته ونوى الدخول في أخرى. أما الثانية فإن ابتدأها بتكبيرة الإحرام فإن صار صحيح، وإن لم يبتدئها بتكبيرة الإحرام ونوى أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام الثانية لم تصح هذه الفريضة، لأن الفرائض لا بد أن تنوى من أولها. هذا السائل يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدد لنا أوقات النهي بالساعات، وهل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي كالوتر مثلا؟ أوقات النهي لا يمكن تحديدها بالساعات كلها، لأنها من طلوع الفجر
إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. ارتفاع الشمس قيد رمح يكون بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة أو ربع ساعة. عند الزوال يعني وسط النهار يقدر بنحو 5 دقائق إلى 10 دقائق قبل الزوال. في آخر النهار من صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه أوقات النهي. ولا يجوز أن يتنفل الإنسان فيها نفلا لغير سبب. كأن يقوم يتطوع بدون سبب فهذا محرم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. وإذا فعل لم تصح صلاته ولم تقبل منه. بل إن كان متعمدا فهو آثم. وإن لم يكن متعمدا فلا إثم عليه، لكنه لا ثواب له لأنه صلى في غير وقت الصلاة. أما النوافل ذوات الأسباب فإنه لا بأس بها في أوقات النهي، مثل أن يدخل المسجد بعد صلاة العصر فيصلي تحية المسجد، أو يدخل الإنسان بعد صلاة العصر وقد فاتته الصلاة فيقوم ويصلي معه يتصدق عليه بذلك فلا بأس. أو تكون استخارة في أمر يفوت قبل انتهاء وقت النهي فيصلي الاستخارة فلا بأس. وأما قضاء الوتر فلا يقضى في وقت النهي، لأنه يعني الوتر يمكن أن يقضى في غير أوقات النهي، فليس هناك ضرورة ملجئة إلى أن يقضيه في وقت النهي. نعم. تقول: إذا صليت وبعد الصلاة تذكرت أنني لم أغسل ذراعي هل أعيد الصلاة؟ إذا تيقنت أنها لم تغسل وجب عليها أن تعيد الوضوء والصلاة. وأما إذا كان مجرد شك فليس عليها شيء، صلاتها صحيحة ووضوءها كامل.